بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتحدث عن تقسيم الفيديو إلى مجموعة من الصور وحفظها داخل مجلد. قبل أن نبدأ يجب أن نقوم بتثبيت المكتبات الآتية. تكتب pip install open cd dash python وتضغط على المفتاح ادخال انتر بيقوم بتنزيل المكتبة. ننتظر. طبعا الكمبيوتر يجب ان يكون متصلا بالانترنت. هنا طبعا قال لي السبب انت نزلت هذه الفيرجن قبل كده. بنقوم بتنزيل ايضا المكتبة اخرى ولتكن مثلا اسمها المكتبة الاخرى pip install شاطر. A warning, you are using pip version. انت سبع عندك نزلت الفيرجن ده قبل كده. نبدأ هنا في كتابة الأكواد. قبل البدء في كتابة الأكواد أنا مثلا عندي هنا فيديو خاص مثلا بلاعب الكرة ميسي. أفتح الفيديو ونرى مشاهد الفيديو. أولا هذا المشهد للاعب الكرة المشهور ميسي، والفيديو مدته 22 ثانية. أريد أن أحول هذا الفيديو إلى مجموعة من الصور أو إلى فريمات، وأضع هذه الصور أو الفريمات داخل مجلد هنا داخل مجلد المشروع. لنرى كيف يمكن عمل ذلك من خلال أكواد بايثون. في السطر الأول بأستورد الكمبيوتر فيجن CV2. في السطر الثاني أستورد هنا الأوبريتنج سيستم OS. في السطر الثالث بستورد المكتبة شاتل. في السطر اللي بعده بعمل كرييتنج لفايل نيم فاريبل اس فاريبل، وبضع بداخله هنا الملف الخاص بميسي الفيديو. بقول اف لو لقيت في الاوبريتنج سيستم باص ده موجود، لو لقيت المسار اوتبوت ده موجود قوم بحذفه. بقول شاتل ريموف تري احذف شجره الفهارس اوتبوت يعني الدايركتوري احذفه. بعد ما يحذفه واتاكد انه حذفه اعمل هنا كرييتنج للفولدر من اول وجديد. طبعا هنا المجلد الخاص بالمشروع لا يوجد بداخله الاوتبوت الفولدر اوتبوت. طب انا بحذفه ليه اذا كان هو مش موجود؟ انا بحذفه ربما ان انا اعيد تشغيل البروجكت مره واثنين وثلاثه، او المشروع مؤكد ان انا بعمل المشروع لكي يعمل اكثر من مره. وبالتالي اذا وجد الاوتبوت موجود الفولدر ده موجود وداخله ايضا فهارس فرعية او ملفات بيقوم بحذفها. في السطر السابع طبعا بعمل هنا ميك دايركتري اوتبوت، اعمل لي كرييتنج للفولدر الخاص بالاوتبوت اللي انا هضع بداخله الصور. في السطر الثامن بعمل هنا كرييتنج لفاريبل جديد اسمه كاب يعني كابتشر مثلا. بستخدم هنا المكتبة كمبيوتر فيجن، بستخدم منها الميثود فيديو كابتشر ليلتقط المشاهد الخاصة بالفاريبل فايل نيم اللي انا وضعت بداخله اسم ملف الفيديو. في السطر التاسع بكتب هنا الكاونت اللي هو هستخدمه كاونتر عداد يعد لي الفريمات من زيرو حتى اخر فريم في مشاهد الفيديو. هنا في السطر العاشر بقول هوايل اثناء ما الكابتشر از اوبن، اثناء ما الستريم شغال الخاص بالفيديو. طبعا ممكن استخدم ستريم خاص بكاميرا مباشرة، فبدل ما اكتب هنا فايل نيم اضع هنا زيرو. لو وضعت هنا زيرو معناه سيتم التقاط الفيديو من خلال الكاميرا المثبتة بالجهاز مباشرة. لو كانت الكاميرا رقم واحد فبتكتب هنا زيرو، لو كانت الكاميرا رقم اثنين فبتكتب هنا بدل الفايل نيم تكتب واحد، لو كانت الكاميرا رقم ثلاثة بتكتب هنا اثنين، على حسب الفهرس الخاص بالكاميرا او رقم الكاميرا المثبتة على الجهاز. فهنا بنقول هوايل الكابتشر از اوبند اثناء ما عملية الالتقاط مفتوحة يعني الستريم شغال. في السطر الحادي عشر طبعا الكابتشر ده اثناء الريدنج
بيدي ليها هنا متغيرين، المتغير الاول اللي هو ريتيرن، والريتيرن دي دايما بتبقى قيمتها يا ترو يا فولس، يعني الاستريم شغال. طوال ما الاستريم شغال فالريتيرن هنا بيكون قيمته ترو. لو الاستريم قفل، يعني السيل الخاص بالمشاهد قفل، فالريتيرن هنا القيمة العائدة بتكون فولس. الفريم هنا اللي هو المشهد او محتوى المشهد نفسه. كده ان كابتشر دوت ريد بتعود ليا بمتغيرين، المتغير الاول ريتيرن وقيمة ترو اور فولس، والمتغير الثاني اللي هو الفريم نفسه المشهد نفسه. في السطر الثاني عشر اف ريتيرن بيساوي ترو، يعني لو ما زال الستريم شغال، يعني في هنا مشاهد تأتي ليا او فريمات ما زالت بتأتي ليا بشكل ثابت. لو هي ترو تعمل ايه؟ اقول هنا اعرض لي المشهد، بستخدم مكتبة كمبيوتر فيجن، اعمل لي شو، واكتب هنا الويندو نيم، اسم الويندو. لو عايز تكتب مثلا فوتبول اكتب، كار اكسيدنت اكتب اي اسم كما ترغب. وبضع هنا الفريم نفسه اللي هو المشهد سيتم عرضه من خلال الكمبيوتر فيجن 2. في السطر الرابع عشر بكتب هنا المشهد، فاكتب هنا كمبيوتر فيجن ام رايت، اكتب لي داخل الفولدر اوتبوت. طبعا ده الفولدر اللي انا سابق ان انا عملته هنا كرييتنج في السطر رقم 7. هنا عملت كرييتنج للفولدر. بعد ما يعمل كرييتنج الفولدر هسمي مثلا المشهد هنا فريم، واضع بعده رقم. الرقم ده هيكون هنا باس، الاس ده هيمثل رقم انتجر، والرقم ده هياخده منين؟ طبعا وضعت هنا علامه بيرسنت، باتي بعده هنا اقول له البيرسنت، خد رقمك من العداد الكاونتر اللي انا سبق عملته في الرقم في السطر رقم 9. طبعا بدات هنا الكاونتر بزيرو، او الكاونت هنا بداته برقم زيرو، يبقى اول قيمه هياخدها هنا يكتب لي اسم المشهد او اسم الفريم وبعده زيرو. هذا بالنسبه للفريم الاول. اما الفريم الثاني هكتبه في السطر الخامس عشر، اقول له كاونت بيساوي كاونت بلس 1. هنا بدا الكاونت بزيرو، وطبعا انا عملت هنا حلقه تكراريه هوايل، اثناء ما الاستريم شغال هيبدا ليا بالكاونت زيرو. لو خد الحلقه الاولى من اللوب فطبعا الكاونت هيكون زيرو، بعد الحلقه الاولى هيكون الكاونت هيضيف له اللي هو واحد، يعني الكاونتر هيزيد واحد. في الحلقه الثانيه هيبدا الكاونت يضيف كمان واحد يبقى اثنين، في الحلقه الثالثه يبقى ثلاثه، في الحلقه الرابعه يكون اربعه، وهكذا مع كل حلقه في اللوبينج يزود ليها هنا الكاونتر بواحد او الكاونت بواحد. في السطر السادس عشر بقول اف كمبيوتر فيجن ويت جيم، انتظر هنا ضربة مفتاح من لوحة المفاتيح مثلا، مثلا لو ضغطت على كي يعني خروج، لو ضغطت على خروج تعمل ايه؟ هنا في السطر السابع عشر بكتب بريك، اخرج من المشهد. إلس يعني شيء اخر، اذا وجدت هنا الريتيرن هنا اصبح فولس. إلس هنا اللي انا كاتبها خاص بالريتيرن، لو الريتيرن لم يكن ترو إلس يعني شيء اخر، يعني معناها لو قمت فولس تعمل هنا ايضا بريك، يعني توقف عن الستريمينج في المشهد سواء لايف ستريمينج او فيديو ستريمينج. في السطر اللي بعده هنا اوقف عمليه الكابتشر، اقول له كابتشر دوت ريليز، يعني اغلق عمليه الكابتشر التقاط الفيديو. في السطر اللي بعده انا بقول هنا الكمبيوتر فيجن ديستروي اول ويندوز، اغلق جميع النوافذ المفتوحه. اجرب الكود واشوف النتيجه، اكليك هنا على ران، يبدأ لي بتشغيل الفيديو كما أرى. هنا طبعا مشاهد الفيديو بيعمل لها ستريمينج دلوقتي شغال، والريتيرن طبعا قيمته هنا تساوي ترو. أشوف الفيديو هنا حركة حركة، طبعا هو بيحول الحركات دي، المدة هنا 22 ثانية. 22 ثانية طبعا الثواني، كل ثانية عبارة عن مجموعة من الفريمات، يعني كل مكان الفيديو جودته أعلى بيستخدم ليا فريمات أكثر. طبعا الثانية الواحدة ممكن تكون من 24 فريم إلى 60 فريم، ده يتوقف على جودة الفيديو وعلى التكنولوجيا اللي تم التقاط بها الصور من الكاميرا، وده اللي هنشوفه. هنا طبعا عمل ليا الفولدر، هنا الملف انتهى الستريمينج والريتيرن أصبح فولس، فعمل بريك هنا بالتلقاء نفسه، وعمل ليا فولدر هنا اسمه أوتبوت. افتح الفولدر هنا الاقي هنا كتب اسم فريم اللي انا كتبته هنا، الفريم هنا، وعمل هنا بيرسنت اس
اس هنا معناها الرقم اللي هياخده من الكاونت، كتب ليا هنا 0 1 2 3، وده على حسب الكاونت او الكاونتر اللي عدى ليا من 0 ل 1 ل 2 ل 3 ل 4 وانا ماشي. نشوف الفيديو هنا، الفيديو متقسم الى صور من داخل الفولدر نفسه، فبفتح هنا اوتبوت الاقي هنا عمل ليا 667 ايتم عندي داخل المجلد. هنا عمل الصور كلها، قسمها، قسم الفيديو الى صور. هنا طبعا بستخدم الاغراض التحقق، مثلا عايز اشوف مشهد محدد، افتح الصوره واشوف المشهد ده ايه اللي حصل فيه، في يعني مثلا افتح المشهد ده واشوفه هنا من خلال صوره، ده صوره ثابته. ممكن استخدم هنا السلايد شو، هنا كده استخدم السلايد شو، واستخدم الاسهم الخاصه بلوحه المفاتيح، اسهم الاتجاهات، واحرك الصور صوره صوره. وممكن ابدا هنا زي السلو موشن اللي احنا عارفينه، ابدا اشوف المشهد واتحقق من المشهد صوره صوره، واقف عند صوره معينه. ممكن لو مثلا صوره عايز اخدها لموقع اخباري او موقع الكتروني اخدها هنا، وطبعا اكون حريص ان الكاميرا اللي اصور بها يكون جودتها عاليه. كده اقدر اشوف الحقائق واحده واحده او فريم فريم. امسح الصور اللي انا التقطتها دي، امسحها وارجع تاني للكود. ممكن زميلي يسال لي طب افرض ان انا عايز اسجل، طبعا برجع تاني هنا للبروجيكت عندي، ارجع تاني هات البروجيكت فايلز، هنا الاوتبوت زي ما احنا شايفين، احذف الاوتبوت ديليت، حذف لي الفولدر اللي هو خاص بالاوتبوت المخرجات. ابص كده الاقي الفولدر اللي انا كنت عملت له كريتنج من شويه راح حذفته. طيب ممكن زميل يسالني يقول لي طب افرض ان احنا عايزين نسمي الصور بالوقت، يعني بالتاريخ والوقت او بالساعه والوقت، هل ممكن الكلام ده؟ ايوه ممكن ان انا اسمي الصور بالوقت والثانيه والدقيقه اللي حصل فيها الحدث. باجي هنا مثلا في اقول from date and time import ليا date and time، يعني استورد ليا مكتبه date and time، واجي هنا في المنطقة اللي بسمي فيها في منطقة الاستريم هنا داخل الحلقة التكرارية، وأكتب مثلا أفتح متغير مثلا تي اللي هو تايم مثلا بيساوي ديت تايم دوت ناو، يعني هات لي الوقت الآن، يجيب الوقت يدخل الوقت ونضعه داخل المتغير تي. أحول المتغير تي إلى سترينج، بكتب مثلا تي إس، أفتح متغير اسمه تي إس، واكتب مثلا تي اللي هو التايم دوت سترينج فورميت تايم، يعني نسق لي الوقت. نسق لي الوقت على الشكل التالي، مثلا اكتب هنا بيرسنت اتش، يعني هات لي الساعه، بيرسنت ام هات لي المينيت، بيرسنت مثلا اس هات لي السكند، هات لي السكند. وبعدها انا بحذف هنا المتغير كاونت واكتب مكانه التايم سترينج، طبعا هنا ده سترينج، والقيمه هنا اللي بناخدها بعد الفريم هنا رقم انتجر، فاحول التايم سترينج ده لانتجر، فبكتب هنا انتجر وافتح قوس تي اس، يعني خد عندك التايم ستامب ده اللي هو الوقت، الارقام اللي وردت فيه حولها لارقام انتجر ودعها هنا بدل المتغير اس. طبعا هنا بضع بيرسنت اس، يعني ضع لي رقم، والرقم ده هياخده منين؟ من انتجر تي اس. كليك ران ونرى النتيجة. هنا بدأ تشغيل الفيديو مرة ثانية، ولكن في هذه المرة هيقوم بتسجيل الفيديو. لاحظ هنا الساعة 27 دقيقة، وطبعا الثواني شغالة أثناء الستريم بتاع الفيديو أو أثناء التقاط الفيديو. هنا طبعا الكلام ده هستخدمه إمتى؟ لما أكون عندي كاميرا بتصور لايف مباشرة، وعايز اسجل المشاهد ثانيه بثانيه واقطعها لصور. يعني ممكن هنا اصور فيديو واصور اعملها صور، خلاص كده انتهى مشهد الفيديو، طبعا 22 ثانيه. عامل لي هنا الفولدر اوتبوت، افتح الفولدر هنا افتحه الاقي هنا كتب
الساعة 27 ثانية وتمانية تسعة ابتدى يعد ليا هنا أجزاء من الثواني 8 9 10 وهكذا الثواني اللي تم التقاطها. نفتح المجلد ونرى المجلد كده على الطبيعة، نلاقي هنا أخد من كل ثانية صورة، يعني مثلا هنا الساعة 27 دقيقة والثانية رقم 8، 27 دقيقة والثانية رقم 9، الثانية رقم 10، الثانية رقم 11، التقط هنا ليس على حسب الفريمات ولكن على حسب عد الثواني. لو حبيت انك مثلا تعمل بالميكرو سكند الموضوع سهل جدا، في اكواد تانية ممكن لو عايزها احطها لك مثلا الاكواد الخاصة بها في التقاط الفيديو بالميكرو سكند. طبعا احنا بنعمل كده علشان لو انا جبت فيديو مثلا مدته ساعة او مدة كبيرة وحولت الفريمات كلها الى صور يبقى هعمل صور كتيرة جدا جدا، لكن انا مثلا بكتفي هنا بالتقاط الثواني لان الثواني عددها بسيط. ده كان فكرة ازاي احول الفيديو الى مجموعة من الصور بغرض التحقيق في بعض المشاهد او التقاط صور من الفيديو وبثها على مواقع إخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.